تعلمته من زوجي. زوجي كان يشتغل عنده دكان بالفاروق واحد، بعدين قام يشتغل بالبيت بعد داعش، فاضطريت أن أشتغل معانا. أنا كنت قبل خياطة، بعدين رجعت عفت الخياطة، ما أكل خياطة، اضطريت أشتغل معانا بالنجارة، لأن هو تعبان شوية، كتفه تأذى وقت داعش وهذه، فما يقدر يشتغل، فأنا عينه وسعته أشتغل معانا. والله أشتغل بالأقفاص، وأشتغل بالأقفاص والديكورات مع الخوف والطابوريات مع الطعام، تصليحات تجيني، هذا اللي أشتغله. أنا أشتغل هذا الشغل بالنسبة للمعيشة وماكو، يعني انجرينا اضطرينا نشتغل هذا بيت إيجار، لكن نشتغل نحن والحمد لله. أنا أدعي زوجي وأطفالي وهالمعيشة هذه. والله معاناتي قص الخشب، قصة تشريح الخشب شوية مبهدلني، لأن ماكينة ما عندي، لازم أشيل الخشب وأروح على النجار، على جماعة نجارين أقص عندهم وأرجع أجي أشتغل بالبيت، هذا بهدلتني بالقص. والله أنا من الليل أحضر شغلي، يعني أحضر أكل أعمل، بس يطل الصبح بس على التطبيق مال غدوي، والصبح أقعد الصبح أغيق الأولاد، إذا وقت الدوام مدارس أدغبهم على المدارس وأروح على الشغل. يجون من المدرسة حضر لهم الغدوة يغديهم وارجع مرت الأخاء، وابقى لي حد الساعة 10 بالليل 9:30 بالليل هكذا ما أرجع. 4 5 6 1 1 2 4 5 6 1 1 2